خاض غمار العمل في أهم الشركات المحلية وحملته كفاءته وخبرته لتبوئ منصب المدير التنفيذي في الشرق الأدنى لأحدى الشركات العالمية على مدى أكثر من 20 عاماً. انتخب رئيساً للمنظمة الدولية للإعلان فرع لبنان، وهو يرأس نقابة الإعلان في لبنان، الأستاذ جورج جبور، عضو مؤسس في تجمع اتحاديون، وهو يساهم في تسويق مشروع جمهورية لبنان الاتحادية عبر الندوات والحلقات التلفزيونية. اختصاصي مال وأعمال ورئيس شركة استشارية مالية متخصصة بالاستحواذ والدمج، لكن شغفه هو السياسة وابتكار القوانين والبحث عن حلول مستدامة. نشر كتاباً ضمنه قراءة غير تقليدية عن تاريخ لبنان، إضافة إلى كتب عن الفلسفة السياسية لإدارة التعددية. هو واضع القانون الأرثوذكسي للانتخابات البرلمانية لأنه يؤمن بخصوصية الفرد والجماعات الصغيرة. واضع دستور لبنان الفيدرالي في العام 2015، وقد نشرت طبعته الحالية في العام 2019، وهو المعتمد من قبل اتحاديون والآن من حزب الوطنيين الأحرار. الأستاذ إياد بستاني، وهما الأستاذان جورج جبور وإياد بستاني يعرضان أبرز المبادئ التي قام عليها مشروع جمهورية لبنان الاتحادية والأسباب الموجبة التي دفعت لوضع هذا المشروع. أسألوا أين السؤال؟ افتكر كلنا سوا، وأنا واحد منكم كمان، بنقول ليه لبنان دايماً بأزمة؟ ليه كل واحد منا مفروض يرجع كل كم سنة يقلع شغله؟ ليه كل جيل مجبور يواجه حرب ضمن فترة حياته؟ عطول عنا أجوبة وأسباب نقتنع فيها، بس كل مرة بيرجع بيتكرر السبب وبتتجدد الأزمة ذاتها بس بغير صورة. نحن حاولنا أن نفكر ونجرب نلاقي الحل، لهلا هنستعرضه معكم سوا تنشوف أول شيء شو هي الأسباب حتى نحن نعيش بهالأزمة المستمرة مستدامة ما بتخلص، وشو معقول تكون سبل الحل. لبنان مثل ما شايفين واقع بمنطقة عطول نار تخلص أزماتها، إما بتهجير ونزوح منذ أيام الأرمن بالقرن الماضي، أو إلى تقسيم مثل ما صار بقبرص بيوغوسلافيا وبالسوريا. لبنان اللي بنعرفه حديثا بلش أيام الإمارة مع المعنيين أولا اللي أسسوا الإمارة بالقرن السادس عشر، وثم انتهت هذه الإمارة بالعهد الشيعي 1843، نظام قائم مقاميتين، بالشمال مسيحية مع أقليات درزية، بالجنوب درزية مع أقليات مسيحية. هيدي الجيوب الموجودة هون وهون سببت بمشاكل على مدى هالسنين، انفجرت 1860 بمجازر كبرى كلكم بتعرفوا عنها. أنا ما رح طول بالسرد التاريخي، بس تقول إنه بال 1861 الدول اجت عملت للبنان نظام اسمه نظام المتصرفية بجبل لبنان. هالنظام أرسى 50 سنة من السلام، لأنه كان فيه معادلة داخلية ناجحة والخارج كان متفق عليها. اجت الحرب 1920، لبنان الكبير، أسسوا الفرنسيين لدستور منقول من الجمهورية الثالثة، أحادي مركز من فوق مع شعب متعدد من تحت. هيدي الازدواجية فوق وتحت خلقت أزمات مستمرة على طول. 37 خلاف على كتاب التاريخ، كنا بنقول ما بنتفق على كتاب التاريخ، من 37 مش متفقين على كتاب التاريخ. 43 جورج نقاش دو نيغاسيون فو باي ناسيون من عيدة، بس في واحد شافها بوقتها. 58 نص لبنان مع عبد الناصر والوحدة العربية، النص الثاني مع بغداد بالغرب. 69 اتفاق القاهرة، يا هلا نحكي ونقول كيف مضيناه. 75 انفجار كبير.
انفجار كبير أدى لدمار لبنان وفقدان دوره بالمنطقة ودوره بالعالم. انتهي بالتسعين بما سمي باتفاق الطائف. اتفاق الطائف للكل وقف المدفع بس ما انهى الحرب. وهون بترك لزميلي اياد يفوت اكثر بهذا الموضوع. تفضل اياد. اللي بنلاحظه من السرد اللي عمله جورج انه من بعد فترة الإمارة في عنا ثلاث حقبات دستورية تلاحق. القائمة قميتين متصرفية ولبنان كبير. هالثلاث حقبات في اثنين منهم فشل ذريع، واحدة منهم نجاح. رح ياخد خمس دقايق من وقتكم، بركي سبعة، بس نحكي شوي عن ليش في حقبتين فاشلين وحقبة ناجحة، شو هن الأسباب؟ لنعرف هذا الشيء بس بدنا نرجع شوي لورا، لأنه هون عم نحكي عن القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر قرن رجل وفكرة. رجل اسمه كليمنس فون ميترنيخ، والفكرة اسمها فكرة القوميات. اثنيناتهم هن اللي لعبوا الدور الأساس يلي عمل هاللبنان هيدول، هاللبنانات، هيدا اللبنان وهيدا اللبنان وهيدا اللبنان. ليه؟ لأنه وقت نشأت فكرة القومية هي مثل فكرة بموجبها في رابط يجمع الشعوب، وهالرابط في يكون ديني، ثقافة، مناطقي، عرق، ما بهم، لغوي، هو رابط بيجمع الشعوب، وهذا الرابط هو اللي بيأسس لشيء اسمه شرعية النظام. يعني واكس بحديث ماكس فيبر بنفهم كتير منيح انه شرعية النظام يا بدها تجي من عند الله، او بدها تجي بحكم سلالة الحكم، او بدها تجي من الشعب. بهالقرن التاسع عشر وضح للناس انه هن على اساس شرعية الحكم. وهيدا اللي طاح بالمير بشير سنة 1942 وطاح بالنظام الاماري. بمعنيتها وصلنا على نظام جديد اسمه قائم مقاميتين. من وين اجى هيدا؟ وصل شكيب افندي وزير خارجية السلطنة العثمانية على لبنان بال 43 حامل معه حل. هالحل من وين جايبه؟ جايبه تحديدا من تطبيق كليمنس فون ميترنيخ ل بلدين بالسلطنة العثمانية اسمهم ولاشيا ومولدوفا اللي رومانيا اليوم، يعني طبق فيهم شيء اسمه القائم مقاميتين بنجاح. وصل معه هالفكرة هيدي، حب يطبقها هون. المشكلة انه طبقها على شعوب متعددة، كان بي خلصت بالمجازر اللي بنعرفها طبعا 1860. نقلنا هالحقبة هاي. هالحقبة هاي بشو بتبلش؟ بتبلش بابنه لكليمنس فون ميترنيخ، ريشار فون ميترنيخ، اللي كان وزير خارجية سفير الامبراطورية النمساوية بفرنسا وحامل مشروع بيو، ولكن بده يحسنه. شو بيعمل؟ بيطلع بواقع لبنان مثل ما هو، وبيعمل شيء اسمه الريجلمون اورجانيك، الحل العضوي، اللي هو دستور لبنان بين 61 و64 لبلور وكتب وانتهى. اذا بنطلع بالبنود 18 تبع هيدا النظام، هيدا بنطلع على البند رقم 3 بحدد المناطق اللبنانية. وكيف بحددها؟ وقت بيحكي عن الكورة بيقول منطقة الكورة بالنص وكل الضيعة الأرثوذكسية اللي حواليها، مش المارونية ولا السنية، الأرثوذكسية. وزيت الشيعة كل المناطق اللبنانية. هيدا اللي بيسموه سيستم إثنوجيوغرافيك. مشان هيك هون كان في فيدرالية جغرافية خلصت بمجازر، وهيدا النظام الناجح اسمه إثنوجغرافيا. ليش هيدا الشيء؟ لأنه فكرة إنه بموجب القوم القرار الحديث السياسي بده يكون بين القوم شئنا أم أبينا، وهيدي الكونديسيون نيسيسير كرمال إنه نشيل الحديث الطائفي من الديبا بيبليك، من الحديث العام، من القرارات الاقتصادية والاجتماعية وقرارات الحوكمة. بقى هيدا البند الرابع والبند العاشر بقانون 64 المتصرفية عن شو بيحكونا؟ بيحكينا عن تركيب النظام.
النظام من تحت لفوق bottom up. يعني أول شيء في البلدية، الحي والبلدية، بعد البلدية في عنا اللي بيسموه مديرات اللي هو الكانتون بالنص دستور تبع 1864، وفوقه بيجي الأروندسمون، بمعنى إنه تركيب للسلطة من أسفل للأعلى، وكله منتخب، كله منتخب من ضمن الملة. وكلمة ملة يلي هي بتعني بالفارسي بالعثماني لناسيون القوم. والكارثة الكبيرة بالمفارقة بين ال 64 و 26 هي إنه هيدا الدستور هون نقل كلمة ملة من قوم لطائفة، صفى بدل ما صفى الناس طوائف، هيدا دين. ولكن نحن بحياتنا بنعرف إنه هيدا مش دين، هيدا مش دين. في ناس ما بتروح ولا على الكنيسة ولا على الجامعة ولا على الخلوة، ولكن تنتمي للملة. دونك المشكل الكبير هو نقل تصنيف واقع سوسيولوجي لبنان التعددي لتصنيف يونيتير. والبند الأول من دستور 1926 بقول لليماعة البي يونيتير أحادي. شو يعني يونيتير؟ يعني بيطوي الجميع تحت سردية وطنية واحدة. بمعناتها بوقتها المسيحيين وتحديدا المواردة كان بده يضبوا الجميع تحت سرديتهم التاريخية لهم. ونحن بنعرف كثير منيح اللي بيضب الآخر تحت سرديته الوطنية عم بيحضر له لإخراجه من التاريخ. هيدا اللي دمرناه للآخرين، وهيدا اللي عم بيصير فينا اليوم. هو زاد دونك إذا بنطلع ب بعد نقطة سريعة 64 دستور 1864 ما بيفتح سيرة القومية الناسيون مثل ما قال توكفيل عن دستور سويسرا إلى فين إيكونومية دولا ناسيون، يعني ما فتح سيرة هذا الشيء، حكي عن الواقع السوسيولوجي تبع البلد وتركيب السلطة من تحت لفوق. أما إذا بنطلع على دستور 1926 نص بنوده 102 بيحكوا ما ورائيات فلسفية عن الإنسان، خيرات الإنسان والانصهار والمحبة والعيش المشترك، كله كذب أكيد. والنص الثاني يعني 56 بند بالتحكيم بيحكوا عن السلطات. ليش؟ السلطة كتير مهمة، السلطة المركزية، السلطة الرئيس الجمهورية إتسترا. يعني منلاحظ إنه هون في دستور ما بيحكي عن السلطات، بيركز على تكوين السوسيولوجي تبع البلد وكيف الإدارات، كيف دوائر تتقسم ليأمن اللي بيسموه إكسكلوزيفيتي ريليجيوز. أما هون بيعمل العكس، بيحكي عن ماورائيات ونظريات وكذا، وأكيد أكيد على سلطات الهرب من فوق لتحت. دونك هيدول بفراغات من هلا من هون ورايح رح وقف ننقل على ليش كيفية تركيب النظام المستقبلي للبنان. بفتكر بهالسرد هيدا اللي عطاه اياد، عطى كثير اسباب موجبه لليش لازم نغير النظام. من هون نحن اشتغلنا وطرحنا عم نطالب بأنه يكون في دستور جديد لجمهورية جديدة اسمها جمهورية لبنان الاتحادية. جمهورية لبنان الاتحادية اللي عم نحن نطالب التغيير بطرحها اليوم الجديد مبنية على مبادئ، وهيدي المبادئ نحن حطينا هون هن مبادئ ستة. أول مبدأ هو اللي حكي عنه هلا إياد مر عليه، اللي هو السردية الوطنية أو الرومانة سوبرانا. كل شعب بالعالم عنده سرد. نحن بلبنان ما عندنا سردية وطنية وحدة. من هون وتأجى تركب هيدا النظام الأحادي صفينا عم نحكي بشيء اسمه انصهار وطني. هيدا الانصهار نحن عندنا هوية تعاقدية لبنانية وليست هوية وطنية. نحن منا إتا ناسيون، نحن إتا ملتي ناسيونال. لبنان شعبه مكون من مكونات هي نحن بنعتبرها أربعة: المكون الدرزي، المكون المسيحي، المكون السني، والمكون الشيعي. شو يعني السردية الوطنية؟ السردية الوطنية يعني وقت منروح عند كل مكون، وهلا إذا بسأل السؤال هل في بطل وطني واحد بلبنان عبر التاريخ؟ لا، في ابطال لكل مكون، وبطل المكون بيكون خائن عند المكون الاخر. هون الكارثه.
عدو أحد المكونات وحليف المكون الآخر. بعدنا عم نعيشها باليوم، وهيدي كانت عبر التاريخ، منا شغلة جديدة. عبر التاريخ عطول كان هالشيء مستمر ومستمر. وصلنا لمطرح كل شخص منا عنده هويتين. في هوية عضوية هي هويته اللي بيخدها من سرديته الوطنية، في هوية تعاقدية لبنانية عم نجرب نخرقها كل ما كان أحد المكونات الأقوى بجرب يفرضها على البقية وقال لهم هيدي الهوية الوطنية المضبوطة والباقي غلط. ما في حدا معه حق وحدا غلطان، وهيدي المشكلة على طول بنعلق فيها. نحن نقول تاني غلطان معنا حق، أو بيدك بقلنا أنتو غلطانين أنا معي حق. هيدا مبدأ غلط، لأنه نحن شعب متعدد ولازم احترام كل مكون من المكونات. السبب الثاني، بفتكر أهم كلمة على جورج ومعه حق، إنه ما فينا نقول أنا الحقيقة عندي ورأي الثاني غلط. بالعكس، نحن هيدا نقبل التعددية، إنه نقبل هالواقع إنه كل واحد عنده طريقة نظرة للسردية التاريخية. تاني مبدأ بدنا نحكي عنه هون هو كيوس ريجو ايوس ريجو، الحاكم والمحكوم على نفس الدين. كمان بسرعة لما نطول عليكم، مبدأ كتير مهم من تاريخ الإنسانية هو موجود، ولكن جسد بطريقته الحديثة بال 1555. هو شو صار؟ بال 1517 أوروبا كانت ساحة لهوية دينية واحدة هي الكاثوليكية. مع الريفورم البروتستانت صار في بعد جديد لتكون الهويات بأوروبا. قبل كان في طبعا اللغة، العرق، الإثنية، الثقافة، إتسترا. هلا صار في بعد جديد اسمه البعد الديني. صار في حرب أهلية بأوروبا من أقصى شمالها لأقصى جنوبها، من بوردو لفيان، من هامبورغ لميلان. منه اجتمعوا نبلاء أوروبا بأوكسبورغ ببافيير بال 1555، وبيرسوا على مبدأ مهم كتير، الحاكم والمحكوم على نفس الدين. منا شو عملوا؟ شو بينتج عنا سياسيا؟ بينتج عنا إنه الحدود للحكم السياسي تتزاوج، يعني البوز الحدود الثقافية تبع المجتمع. Les frontières politiques épousent les frontières culturelles. من هون بتشوفوا هدول أربع أشخاص، كل واحد كرافاتو لون أو شكل المدام مع المنطقة يلي هو بده يحكمها. وقتا منعمل هيك بيكون حكما شلنا من الحديث السياسي موضوع الدين والهوية. صرنا عم نحكم على الناس على قرارات اقتصادية، اجتماعية، حوكمة، قضائية. غير هيك الحياة امبيريكمان برهنت انه وقتها في تعددية شئنا ما بين البني ادم بياخذ قرار على اساس هويته ومش على اساس صوابية او لا القرار الاقتصادي او القرار المالي او القرار الحوكمي او القرار الاداري. هننتقل للمبدأ الثالث. المبدأ الثالث يمكن سمعين فيه كلكم هو مبدأ سوبسيدياريتي، أو بالعربي أصعب يمكن فهمه الإمداد أو التفريع. هيدا المبدأ ينطلق من أنه كل شيء ببلش بأي مجتمع من الفرد، كل واحد منا هو أساس هذا المجتمع. هالفرد ننطلق منه إلى البلدية، كلنا بننتبه من نتيجة لبلدية بتعبر عن سرديتنا التاريخية. هالبلديات هيدي كلها تتجمع ضمن أربع مجموعات. هالمجموعات حتى ما كتير في يمكن كلمة كانتون بتخوف، نحن لقلنا بنقدر نسميها كانتون، مقاطعة، ولاية، بروفانس، بدكنية، محافظة حتى. ولكن هيدي المحافظة بتشكل تجمع البلديات اللي هي من لون واحد، مش مثل ما شايفينها هيدا الموزايك اللي بيشكل اليوم الخريطة تبع لبنان. هالبلديات تفاعلها عنده تو دايمنشنز، في شيء فيرتيكال وشيء هوريزونتال، افقي وعمودي. كيف يعني بيتفاعلوا عموديا وافقيا؟
عموديا يعني كل بلدية بالنتيجة بتتجمع على الأشياء الأساسية اللي لها علاقة بالهوية بالسياسة بأي شيء له علاقة بكتاب التاريخ، هي بتتجمع عموديا يعني كلهم سوا بشكلوا هالمحافظة اللي بتشكل لون مثل ما شايفين هون أحمر أصفر أخضر أو أزرق اللي هن بيرمزوا للأربع سرديات المسيحية السنية الشيعية والدرزية. ولكن هيدا التجمع منه بس على أساس عمودي، فيكون كمان على أساس أفقي أو هوريزونتال. كيف يعني؟ يعني بتقدر بإطار كل شيء له علاقة بالخدمات بالمشاريع المائية بالمناطق، ما عم نجي بنقول انه خلص سكرناها، لانه في كثير ناس متصورين انه النظام اللي عم تقترحه كل واحد بيقعد بعلبته بسكرها. لا، مثلا حاعطي مثل كثير بسيط، اذا قررت بلديه بعقلين دير القمر وشقيق، وحده درزيه وحده مسيحيه وحده سنيه، يعملوا مشروع لمعالجه النفايات او لانتاج كهرباء سوا، بيتفاعلوا سوا فيها، بيقدروا يكونوا عم يعملوها بكل تعاون بتعاون مناطقي. هون يمكن بدنا نعتذر معالي الوزير زياد ضرور، اللامركزية الإدارية بتحل هيدا المشكل بلبنان، بس اللي هو المشكل الإداري، المشكل المائي المناطقي، المشكل الخدماتي. بس المشكل الأساسي اللي هو يتعلق بالهوية وبالانتماء وكل هالقصص، أكيد اللامركزية الإدارية ما بتحلها ولا حل جغرافي آخر بحلها. تفضل إياد عن نبدأ. مع السبسيدياريتي بيجي السوليداريتي، يعني مع الإمداد بيجي التضامن. لأنه بس لنفهم شوي شو يعني هالمبادئ، وقت عم نعطي وقت عم نحكي عن سبسيدياريتي عم نحكي عن حرية مطلقة عم تنعطى أو كازي مطلقة عم تنعطى للبلدية، شيء كتير مهم. ولكن نعرف نحن أنه ما في تروح بهالحرية المطلقة بدون ما يكون في مبدأ يمشي معه اللي هو التضامن، التضامن أو التضافر بين البلديات بطريقة إنه تسمح إنه الديفلوبمون إنه التطور يكون مشترك بين البلديات، وتحديداً إذا بلديات بتنتمي لهويات مختلفة. بقى من هون العدالة الاجتماعية بتقضي إنه يصير في مع هالحرية المطلقة المعطية للبلديات، المطلوب منها بطريقة كتير قاسية إنه تتشارك مع محيطها بالتطور وتشارك محيطها بالتطور. مثلا إذا بناخد الإكزامبل السويسراني بالشي بيسموه لبيريك واسيون سويس، في أربع كانتونات عندهم فائض بالأموال بيتشاركوا فيه مع 22 كانتون عندهم ديفيسيت بيجيتال. دونك هيدا المبدا اللي عم نحكي عنه، اللي هو بيفرض على بلديه شو ما كان لونها وشو ما كان فصلها انه تتشارك مع محيطها لتنقل محيطها للمستوى الاحسن ورفاهيه وتطور. بس قبل ما نبلش بالمبدا الخامس، مبدا السوليداريتي كثير مهم، لأنه في أصوات بتطلع وقت نكون عم نقول بدنا ننتقل لنظام اتحادي. إيه ما بكرة في ناس بتعيش مناطقها بتجنن ومناطق تانية بتفتقر. لا، مبدأ السوليداريتي هو لتأمين إنه يكون في على طول عدالة بين كل المحافظات أو المقاطعات أو الكانتونات. أنا بحب أعيدهم على طول حتى الكل يعرفوا إنه نفس المعنى الموجودة، وما تخلق، لأنه ما في حدا مهما كان مرتاح بيقدر يعيش إذا في حوله حزام بؤس. المبدأ الخامس هو كيف السلطة بدها تتركب. كل شخص بلبنان بالنتيجة حيكون عايش، وبالنظام اللي عم نقترحه العيش هو حر، يعني كل شخص في عيش وين ما بده على الأراضي اللبنانية، ما في تقييد للسكن أو للعيش وين ما حب بده. بيكون عنده ثلاث كروتين اللي هن إقامته البلدية لريزيدانس مونيسيبال، الهوية اللي هي الهوية السردية الوطنية تبع ولاية المقاطعة، والباسبور اللبناني اللي بخليه يتنقل وين ما كان بالعالم. بالنسبة للبلدية، البلدية أكيد واحد وين بيكون بينتخب بيدفع ضرائبه البلدية، ومثل ما قلنا بيصوت على أي
ريفرندوم بيصير بهالبلدية هاي لأعمال إدارية بهالمنطقة. المستوى الثاني اللي هو المستوى المقاطعة أو المحافظة، هون بصفي فيه هيدي الكارت بتخوله أنه يكون عم ينتخب بكل شيء بيتعلق بمستقبله السياسي، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تبع هالمحافظة هاي. يعني بينتخب البرلمان المسيحي الدرزي السني أو الشيعي، ورئيس الحكومة أو الحكومة اللي بتنبثق منها اللي هي السلطة التنفيذية. هالرؤساء أربع محافظات بيجتمعوا بمجلس رئاسي، المجلس الرئاسي ولايته الأربع سنين يتناوب عليها كل واحد سنة، يعني الكل صار فيهم يكونوا رؤساء بهالمجلس الرئاسي. وبنفس الوقت البرلمان الفيدرالي بيكون هو مجموع البرلمانات تبع المحافظات بيجتمعوا بالبرلمان الفيدرالي واحد. السلطة بترجع بالمحافظة أكيد للسلطة التنفيذية والتشريعية بكل أمور تسيير كل البلديات التابعين للمحافظة. أما السلطة الفيدرالية فتنحصر فيها ثلاث أشياء: المال، الخارجية والدفاع. بعرف قبل ما نخلص في كتير ناس عم يقولوا ما نحن مختلفين على الخارجية والدفاع، شو بتكونوا حليتوا؟ أكيد أن النظام الاتحادي بحل كل المشاكل اللي بتخلق لنا صراع داخلي، ما بتحل تدخل الآخرين فينا، هيدا بده حيل. مشان هيك وقت نحن لاحظنا بمشروعنا ويمكن هلأ مرقت عليها، أي قرار بده يتاخد بهالمجلس الرئاسي بده يكون قرار بالإجماع، يعني بده يوافقوا عليه الأربع رؤساء من الأربع سرديات. إذا وافقوا عليه الأربع رؤساء والأربع سرديات فليكن، إذا لا نحن تحولنا لنظام محايد دفكتو بالدستور. فهيدا كمان يعني عم جرب جاوب على الأسئلة اللي ممكن تنطرح حتى نكون كمان نحاول نحن يكون عندنا الأجوبة عليها من خلال النظام اللي عم نقترحه. المبدأ السادس والأخير، قبل المبدأ السادس والأخير بس كلمة عن أسخف شغلة سمعها بحياتي. أسخف شغلة سمعها بحياتي هي خبرية إيه بس نحن مختلفين عن السياسة الخارجية. هيدي سخيفة كتير، سوري بعتذر من الجميع. سخف ليه؟ لأنه اللي بيحكوا هيك ما بيفهموا شيء اسمه لا تيوري دي كوز دي كونسيكونس. يعني في شيء اسمه السبب، في شيء اسمه النتيجة. الخلاف على السياسات الخارجية هي ناجم من خلال different world view، يعني نظرات للعالم مختلفة، اللي هي جاية من إنه نحن شعب تعددي. وقت واحد بده يحل مشكلة ما بيحل نتيجته اللي هي سياسة خارجية، بيحل سببه اللي هو التعددية الداخلية. دونك دخيلكم هيدي خبرية إيه بس نحن مختلفين على السياسة الخارجية بلا السخافة، لأنه فريمون تعبنا منه وصرنا نجاوب عليها 700,000 مرة. بتمنى لو حدا بيوصل الصوت للجميع إنه هيدي خلص مش الحال. ما آخر مبدأ checks and balances اللي هو direct democracy. بحديثنا السياسي اليوم انتخاب وتصويت بتعني ذات الشيء. بنظامنا الفيدرالي انتخاب وتصويت ما بتعني ذات الشيء أبدا. بالنظام الفيدرالي المطروح الانتخاب هو وقتها من عين ديمقراطية ريبريزنتاتيف، من حدا يروح يمثلنا بالقرار. التصويت هو على الريفرندوم اللي هو حكما موجود على مستوى البلدية، على مستوى الكانتون، وعلى مستوى النظام الفيدرالي، بطريقة انه وقتها عم نعطي هالقد صلاحيات للبلدية مجلس البلدي. طب كيف بدك تقدر وقتها بياخد قرار غلط؟ انت مبسوط من شغله للمجلس البلدي، عم يعمل شغل كتير حلو نزيه ما في مشكلة، بس اخد قرار اهل الساكنين بالبلدية منهم مبسوطين منه. التنين اللي بعدهم فيهم يحطوا هالقرار اون فوتاسيون ديريكت ويعملوا ويصوتوا عليه، واذا ربحوا بالتصويت القرار مجلس البلدي مثل كانه مصالح. وهيدي شغله كتير قويه وبتخلينا نعطي كتير حريه للمجلس البلدي، ولكن بذات الوقت نكسر له من قدرته انه يشتغل بدون ما حدا يراقبه. نهاية بفتكر مثل ما شفتوا من الستركتور والفيديو انه الكونستركسيون بتكون بوتوم اب من الاشخاص اللي ساكنين ببلدية اللي بيطلعوا فيها على الكانتون. طبعا كلهم بيصوتوا بالبلدية، بعدين بس الاحمر بيصوت بالكانتون الاحمر، ومن هنيك كل واحد بيروح على السلطة الفيدرالية. كلمة بدي اقولها بس
كلمتين وفات. مشروع الفيدرالي كلمتين بي بروسبيريتي. بس. Merci.